هنا تشوف تيفي اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء مباشر عنده واحد الطعم خاص واحد النكهه خاصه مباشر مع هذا الشباب اللي كنتمنوا منكم انكم تدعموهم بطبيعه الحال الشباب هما المستقبل شباب هما العماد ويعني لاباز ديال, ديال ديال البلاد أه للاسف الشديد للاسف الشديد مؤخرا ولينا كنشوفو بعض الشباب بين قوسين عوض مثلا ما تيتوجهوا الفن او المسرح او او بعض الهوايات كيلتاجوا كي للمخدرات الحمد لله هاد الشباب اللي كنجلسوا معاهم دابا وغادي نهضروا معاهم تنتمنى انهم يكونوا قدوه لهاد الشباب الناشئ لانهم الحمد لله عوض ما يلتاجوا لديك الطريق ربما يلتاجوا لها واحد الوقت ولقاوها ما كتسلكش على ما كيبان ليا ولكن شد واحد الطريق ليا زوينه طريق ديال صناعه الافلام القصيره وانهم كيديروا هاد الهوايه ديالهم اللي كيبغيوها بدوك القدرات البسيطه اللي عندهم ولهذا كنقول خصهم الدعم وهذا نداء كنوجهوه المسؤولين في جميع المناطق بالمملكه انهم يحاولوا يركزوا على دور الشباب لان دور الشباب واحد الوقت راه كان له واحد دور كبير في المجتمع المغربي وخصوصا عن ساكنه الحي محمدي اللي خرجت لنا واحد الجيل ديال الفنانه الغيوان جيل جلاله خرجت رياضيين خرجت فنانه واليوم احنا مع الشباب ديال ساكنه الحي محمدي ومع العفير لأكيد اكيد هاد الشباب ديال هاد الوقت كيعرفوه من خلال الافلام القصيره ومن خلال قناته على اليوتيوب السلام عليكم العفير وعليكم السلام ورحمه الله اش اخبارك اولدي بخير الحمد لله شحال عندك من عام عندي 29 عام تبارك الله كاع ما بينافك فيك ما بيناش كتبان قل 29 عام واخا العفير قول لي تاني قريتي قريتش. من قريت صراحه انا ما نكذبش قريت صراحة انا عندي مع الصراحه <applause> خرج من السابعه علاش خرجتي من السابعه <applause> واه اش لك يعني كانت عندي واحد المراهقه دراري جاتني في واحد المراهقه دراري خايبين فهمتي صافي وتشجعت ليهم خرج على راسي في واحد من فوق كما كنت كنقول وهذه هي رساله كنوجهوها للشباب ديال هذا الوقت وكنوجهوها للامهات ردوا بلادكم من ولادكم ردوا لهم البال الرفاقه 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 لان الرفاقه كتلعب واحد الدور كبير وهذا الشيء اللي ترى العفير لأنه ترافق مع رفقة سيئه رفقة سيئه فري صافي خرج من القرايه صافي ما نكذبش عليك عطيت البليه ما نكذبش عليك تبليت <applause> انا عارفه كلشي راه سولت عليك تبليت <applause> فهمتي البليه ولكن فاش تلاقيت مع دراري باش تبليتي باش كنتي مبلي باش كنتي باش دابا الحمد لله ودابا دابا حاليا ما نكذبش يعني دابا بنادم راه كيشوفني في فيلم ديالي ولا شي لعيب قار الله يعفو عليك من القار هذا آه الشيء هو اللي كاين دابا باش كنتي مبلي العوفي كنت مبلي يعني ما حيدي ليا داك السيليسيون وداك الشيء ما كنستعملوش يعني شراب الله يعفو عليا صافي والحشيش هادشي اللي كان هادشي لك حياتك في الاول العفير لانك تبليتي وانت صغير ضمر لي حياتي وانا صغير اه فري اه حيت كنشوف راسي صغير ومبلي يعني كنت فكر في راسي الا كبرت من هنا لقدام يعني الا بقيت بغادي بهذيك الطريقه ما تعجبنيش العام تكرفستي وكرفستي تا والديك هادي آه بطبيعه الله يسمح لي من والديه من هذا كنقول الله يسمح لي منهم وصافي شحال عياو معاك حيد البليه حيد البليه بزاف بزاف سورتو الام بزاف اه الام بزاف وما ما دخلتش دابا حاليا راه ما تنعش والله ما تنعس بالله ضروري خصني شي تحيه لجميع الامهات المغربيات الله يسمح لينا منهم راه واخا تكبر وتولد وليداتك وتولي ما عرف شنو غتبقى مبرزطه عليك كيفاش <applause> التجاتي لهاد الافلام القصيره هاد التجاتي الافلام القصيره كنت كن انا كنت كنتصور مع عبد الجليل كنت كنصور مع عبد الجليل اصيرو يعني اصيرو اصيرو كنت كنصور معاه من البدايه ديالو يعني فاش طراوش بعدا شي مشاكل انا وياه طراو شي مشاكل انا وياه يعني هضره هذا قال هذا هذا قال هذا داكشي الهضره كلاشات صافي فهمتي شو داكشي ما كاينش الهضره اللي كنقول اللي كنقول انا زعما اللي كيوصلوا لي واللي هو ما كايناش الهضره اللي كيقول زعما هو علي انا ما كايناش يعني التخلويط دار بيناتنا صافي ودابا راه بخير دابا الحمد لله انا وياه المهم بديت انا وياه يعني بحال نقول دخلوا بيناتكم الحساد اه انت دابا دويشي صافي وبديت انا وياه قولي ماكسيمو تناقش انا وياه هذيك المناقشه ريحت صافي زعف طلع لي الدم من الدري هذا كيما كنشكر ولد سيمو هذا هو اللي عاوني من اول سيمو اجي حدا انا سيمو شوف تعال ولدي تعال ولدي <applause> اجي خاصكم كلكم تبانو <applause> الدري هذا تبارك الله عليه طريح دا يا ولدي الدري هذا تبارك الله عليه ضرب معايا تمار شافني ماشي هو وخويا وزكريا وسفيان شافوني فمشيني عندي مع داكشي ديال الافلام والهيئه ديال الافلام وداكشي وقالوا لي موهبه موهبه قال لي ما قناه ديالك صافي انا ما دخلش ليا لدماغي انا صافي ما بغيتش ندير داكشي صافي بقى عليا بز عليا هذا بز عليا والو دير دير دي دي دار قناه قلت لي زيد ندير انا وياك هوايه زيد نضحكوا بها زيد صافي اش استقش وليت لقيت شاش نقول لك تبارك الله لي فان بزاف جمهوريه في نخرج العوفير تصور معايا العوفير هادي من تما صافي يعني ولات عندك شعبيه عند الناس تشارتي آه. ومن تما صافي ما نكذبش عليك بديت كنقول العوفير كانت واحد النقله في حياتك هي اللي خلاتك تبعد على المخدرات هادي اه يعني اللي بغى يبعد على لأش... المخدرات اشنو يعني خصو يدير؟ يعني خصو خصو يبعد من الصحاب الخايبين دي اول حاجه باينه يبعد من دوك الصحاب الاولين بعد هذوك الخايبين اللي عنده يبعد منه هما دابا عندي دابا دراري زوينين كان مرق دابا نشد كارو قدامه تبارك الله حداك الوليدات هادشي آه، آه، دا دابا الشيء كاملين راه و... خويا صغير 13 عام ديال الليغا تبارك الله 13 عام بطل المغرب <applause> حرص على الميداليه في عصبه الشاويه باء وشاركت في عده بطولات اللي ما جابش الله ولكن الحمد لله بعد ديت بطوله تبارك الله عليكم وهذا ماله خرج لكم من الجن <applause> لا ماشي خرج من الجنب <applause> هذا مالو خلى خلال... خلى الرياضه والقرايه ومشى لكم الجن هو شي قبيله هما قدامهم شكون دخلكم للبوكس مشيت معاه انا دابا اول كيفاش نعاود لك الفيلم كيفاش دخلت البوكس هو كان واحد صاحبه كيتريني معاه كيقرا معاه كيقول لي ديما جيت تريني تريني هو ما راك عارف <applause> هو الصغر ما بغاش يتريني واحد النهار قال الله معايا قلت لي فين كاين نمشيو لاصال مشيت بركش وانا كنت باقي صغير نقولك عندي شي سنين كنت كيفاش كيضربوا الصاك كيفاش كيبوجيو كيفاش لاعبين سبارين تعمقت بحال دخل... قلت كنتفرج في شي فيلم صافي دخل عجبني قال لي يا اخو دخل قال لي الدري صاحبه قال لي واش دخل التريني قلت لي مرحبا تريني ثلاث شهور شديت البوكس وليت كنلعب هو اللي كيعجبني في صراحه <applause> والدين ديالو دابا كنقولها لهم الصلاه والدين ديالو يعني كما خلينا في الهضره ديالنا هذا السيد هو اللي دار لي راس واحد القضيه باينه لي على وجهه سيماهم على وجوههم على تبارك, تبارك الله وصل النبي باين انت راه تبارك الله يعني وجهك بارابور كيف ما انت كتشوف راسك تبدل لك الوجه البليار ماشي هي على الانسان اللي كيحيد البليه هي انا قلت لك الهضره اللي كنا عليها هي بنادم يبعد من الدراري الخايبين وصافي ونصح هاد الشباب اللي صح اللي طالع اي واحد ماشي راه كيف غادي كنصح هذا خلي خويا وكنصح هذا اللي صاحبي وهذا اللي صاحبي كنصح جميع الدراري كاملين اللي اي واحد شاف شي بلية خيبة راه ما غيدير فيها والو طريق البلية شنو فيها؟ فيها الحبس اش غادي يدير؟ غادي يمشي للحبس ضروري من الاخر ممكن نقول شنو نكذب عليك دوزتي الحبس؟ انايا ما نكذبش عليك ضربت الحبس شحال ضربتي في الحبس؟ ما شوفي انا عندي داكشي صريح ما نكذبش عليك ونقولك ضربت الحبس وحنا اليوم ولكن... جيناك باش تصارحنا وباش آه تب... دربش... باش تقطع دير واحد القطيعه مع الماضي وتبدا حياتك دابا دابا بخير ما نكذبش عليك دابا انا بخير عرفتي علاش؟ حيت لقيت الدراري زوينين اللي وقفوا معايا تعاونوا معايا الدراري زوينين تعاونوا معايا هما اللي غيروا لي حياتي ماشي و انا بغيت نغير حياتي ماشي غا هما حتى انا بغيت نغير حياتي. حياتي. طبيعه الحال شحال من واحد وقفوا معاه الناس ولكن ما كتكونش الاراده راه ما كيكون كي والو ما كي راه ماشي عيب اننا نغلطوا ولكن العيب اننا نستمروا في الخطا اه فري هي بصح انا ضربت الحبس مره واحده فهمتي وضربته بالباطل وخرجت الحمد لله بالبراءه خرجت الحمد لله بالبراءه يجي قلت لكم من المنبر الله يسمح لينا من الوالدين شي اللي بغيت اللي كنقول والفكره جاتني ديال الافلام قصيره هي فاش تمثلت مع عبد الجليل صافي فاش طراو شي مشاكل هذا جابني قال لي والو دير هناش ما قناه ولات عندي جمهوريه وليت دابا غادي بخير الحمد لله ولاو كيعيطوا لي ولات عندي جمهوريه ولات عندي شعبيه جمهوريه <تصفيق> انا ولا عندك الجمهور جمهوري انا عندي <applause> ما <جمهورية تصفيق> عنديش شعبيه يعني ماشي ماشي كيسيون في الافلام قبل من الافلام بعدا كانت عندي مع العشران والدراري كيعرفوا درب سلطان درب كاي اي بلاصه كنمشي لها محبوب في اي بلاصه تبارك الله عليك ولدي تبارك, تبارك الله عليك وتبارك الله عليك صراحه حنا فخورين جدا ملي كنلقاو بحال هاد الشباب العفير اللي بدا حياته بدلها على قبل راسو قبل ما يكون على قبل اميته على قبل باه ورفقه السوء بعدو من رفقاء السوء آه وتحيه خاصه لهاد الوليدات تبارك الله اللي مربين اللي بسبابهم حتى هما كانوا واحد النقله في حياه العوفير سلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام اش اخبارك لاباس الحمد لله عرفنا بنفسك حسين خطابي 23 سنه حاصل على شهاده البكالوريا وخدام عند راسي دابا تبارك الله وصل عندي خدام عند راسي زويونه تخدم عند راسي خدام عند راسي شنو زعما تخدم عند راسي واش ندير بوبليسيتي فهمتي داير مشروع ديالك راسك لوكاسيون دو فواتور تبارك الله وصل عندي لك يعني انت قدوه للشاب المغربي اللي عصامي ولد الشعب ودرتي لك الشيء اللي بغيتي وكنتي سبب ايضا في ان العوفير بدل شويه حياته صراحه انا ولد شعبي وكبرت معاهم وشحال من حاجه دابا هو جيت عنده فواحد الوقت اني ملقى شو ما لقيت واحد اللي كيصور معاه كلشي ولا كيخوي به باش كنلقى معاه سيمو سي انا ما, ما عندوش ماتيريال كيبغي يقول شي واحد بغيت طوموبيل بغيت موطور هادي ما كاينش ما كاينش البدايه كتكون صعيبه فهمتي البدايه جاتو صعيبه وانا قلت ليه انت خويا راه اللي بغيتي ندير معاك الطوموبيلات اللي بغيتي اللي قدرت عليها غنجيب تبارك الله عليك صافي هادشي اللي كاين طبيعه الحال من بعد الانسان ملي كيتشارك يولي بنادم هو كيقلب عليه هي كالعوفير. اه راه هادشي اللي طرا دابا راه هادشي اللي طرا دابا ملي طلع هو العفير وبدا كيتشارك ولا واحدين اخرين كيجيو النيفو عندي طيح ماشي الله بادي كان بنادم ما مزكنيش هي صراحه كانوا شي وحدين كيديروا افلام قصيره داروا معايا فهمتي كاين اللي يدير السويب اب آه فهمتيني كاين اللي كي كيقول لي باقي حد الان سير خدم سير خدم راك غادر العوفي راك ناضي سير الناس كيشجعوك كيشجعون دابا حاليا دابا كنقول لك حاليا ولكن كنقول لك انا قبل كنت قبل كانوا كيشوفوني فهمتيني طيح واحد النيفو كيما كيبغيوش يعاونوني كيقولوا حتى كانوا كيحقروك معلم بحال شي كيقولوا حتى غنضيع مع الحجره هذا فيلم كامل شحال غيطلع من ليفي المشكل دابا ولا مش كيقولوا لي عافاك نضربوا لك جي خويا بغيتك في واحد اللقطه تضربها معايا تصورها معايا خويا العوفير علاش حيت عندي واحد الشخصيه و... آه ديال <applause> واحد فهمتيني ديال شي فيلم عنده اه كاين شي فلوس العفير في هذا الشيء ديال الافلام القصيره واه عليك هذه دابا شوفي انا غنقول لك صريح انا ما كذبش كيف أنقولك مش حال ما غنقول لك صريح شحال دابا ماكسيم شي 11 شهر وانا دابا دايره القناه ديالي يعني اول صالير ليا هو هذا الشهر هذا اقسم بالله العلي العظيم خاص واحد يصبر كنقول لك راه 11 ضربت عليها تماره انا هو هاد السيد هذا والدراري كاملين الصديق مولاي هذا زكريا خوتي هادو كاملين جبتهم لك كاملين ضربوا معايا تماره هادو هادو تماره بداو معايا او شنو لك حتى انا كنشكرهم انا دابا حاليا واش كاين شي فلوس بعدا ملي دخلات الفلوس كاينه 1900 درهم باقي ما جبتهاش اول صالح <applause> اول صالح واسمعوا 1900 درهم غتقسموا نتوما شحال من واحد لا 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 ما كاينش قسم ما كنعرفش انا شنو نقسم كنعرف جمع ديال الماتيريال جمع ديال البروجي ديالك جمع ديال البروجي ديالك حيت هادي شي ما غدومش ليا وما غدومش لاي واحد انا باش نقول لك انا اللي شنو الحلم ديالك العفي شنو أنا... الحلم ديالكم دابا حنا تندوي اون جينيرال ديالي انا الحلم ديالي انا هو نصوفي المهمه ديالي والوالدين ديالي ديالي اول حاجه بدا عندي اول حاجه الحلم <applause> الاخر بغيت نقول قولوا لي وانه باغي يدير شي حاجه ديالو شي بروجي بسميه ديال لاشين ديالو وهاديك شوف هاديك من بعد هاديك شات كون ان شاء الله شوف حتى شي حاجه ما بعيده حتى شي حاجه ما صعيبه وحنا علاش جينا عندك اليوم باش نعرفوك على المشاهدين كاينين الناس شوف العفيره ولدي كاينين الناس نقدروا نقولوا محسنين نقدروا نقولوا الناس اللي, اللي كيبغيو كي يساعدوا الشباب أه، غنخليو لهم رقمكم ديال التليفون كاين اللي غيبغي يصيفط الكاميرا كاين اللي غيبغي يصيفط لك الماتيريال ماشي عيب اننا آه نعاونوا هاد لا جينيراسيون اللي طالعه حسن ما تمشي لشي طريق خايبه كاينه ولا ما كاينش المخرج ديالنا ولا باش نشوفوا المخرج لا انا متفق معاك في الكلمه حيت هاد الكلمه هي احسن حاجه كاينه هي انك كتتاجر لواحد الطريق اللي زوينه حيت كاين دابا بزاف ديال الناس انه كي حنا حنا كاخوه ديالو اول حاجه كنبغيو كنلعبو فيها هو يقولها قدام وكاع حنا كنبعدو على الطريق الخايبه حيت الطريق الخايبه ما دايماش ما دايماش هذا كتجبد لها الصداع حيت هو خاصو ديما يمشي فواحد الحاجه اللي بوزيتيف ما نخطراش باش باش يزيد قدامه باش يطلع النيفو قدام المشاهدين ديالو باش ما نخطراش انا شنو اللي فيه ديفو وعصابي ياك يعني. <applause> اه ما عارفين انا علاش عصابي عرفتي علاش عصابي حيت البليه البليه قرب قرب ألا. شويه قرب آه. آه. ولدي باش حتى ن... آه. البليه حتى البليه ملي آه. كيقطعها آه. الانسان آه. اه من ناحيه شحال دابا قطعتي البليه دابا نقول ماكسيمو دابا جاي شي 6 شهور بحال هكا ايوا راه باقا شاده فيك شويه فهمتي جاي شي ست شهور بحال هكا انا كنعصابي يعني عصابي في شي حوايج ماشي غا مع راسي ولا شي حاجه حتى في ولا شي لعيبه كطرا ليا كنتعصب صافي كنسى كلشي كنقول هادو ديروا اللي بغيتو انا مابقيتش باغي والو الفيديو اللي درتو به البوز واش هذا ديال العصابات ولا واحد شي فيديو اللي كنتو درتو به البوز وتعرفتو به تعرفنا ب اه درت افلام بزاف ديال العصابات ماشي يعني غنقول لك فيلم واحد درت بزاف ديال العصابات شنو الهدف من هاد الافلام؟ الهدف منه هو آه كما قلنا دابا الشهره آه لا جوهي. واش الهدف من غير الشهره هذا الفيلم ديال سرقه السيارات عطينا هذه بعدا درت توعيه هذه هذه درت توعيه سرقه السيارات حيتاش ماشي جرينا كتبنا مادام تكتب درنا شي حوايج شفناهم في التلفازه كيفاش كيتشفروا الطوموبيلات هذوك الطريقات اللي كيتصيدوا بهم الناس وكيتشفروا بهم الطوموبيلات درناهم اوتوماتيكمون دخلناهم دخلنا في الفيلم كتبناها في الاول باش بنادم حتى باش حدا نس... كيفاش يتشفر الطوموبيلات غير يعني. الجبال واحد كتوعيو الناس واحد آه. ما يقدرش يهبط يخرج يشري قرعه ما يخلي الطوموبيل ديال ماريا مثلا مرا يلوحوا لها فار هذوك السيريال كتهرب وتخلي الطوموبيل خلي فهمتيني فهمتيني كاين يعني انتم كتقولوا للناس يردوا بالهم من شي حوايج كيفاش بنادم هادي وما خصكش بنادم حدا راسو في الطريق وصافي تبارك الله عليكم صراحة الله يوفقكم وكنتمناو من, من جميع الشباب المغاربة ماشي بالضرورة ديروا أفلام قصيرة تشوفوا الهواية ديالكم تشوفوا أشنو كتبغيو لأن الإنسان ملي كيكون عنده الفراغ سورتو ملي يكون في واحد السن معينة واللي هي سن المراهقة كيبدا الطفل أو الشاب كيبدا يفكر في شي حوايج ربما خصوصا ملي كيلقى كي التوجيه توجيه ملي كيلقى الدسارة ديال العائلة هي راه كتلعب واحد الدور كبير وهذه واحد الرساله للامهات تبقاوش تصروا ولادكم وتخبيو عليهم ما تقولوش الاب اشنو كيديروا ولا زكا عليه لا دير ليه لا حاولي ولدك تبعيه وتشوفي مع من مرافق ومع من صاحب والوقت معشكي كيخرج ومع كي كيدخل لان هذا الشيء جد ضروري ونشوفوا حتى الهوايات اللي كيبغيوها وليداتنا ونحاولوا اننا نطوروها فيهم بحال البوكس بحال الكره بحال هذا الشباب انا يتبلاو بالونطريما الصراحه دابا انا ملي كنكون معصب كنمشي لاصال كنضرب الصاك كنبرد صراحه كاع المشاكل كنخويها في الصاك عوض ما نتعصب ونضرب جوان فيما اه بصح متفق معاك يعني غندر صحتي وغندر جيبي ووالديا غيشوفوا فيا شوفه, شوفه خايبه وصحابي يعني كيفاش نفقصهم اش من شوف في والديك شوفه خايب والديك عمرهم ما يشوفوك شوفه خايبه غادي يعيش في قصهم لا بصح متفق معاك انا بلي عمري درتها وعمري نفكر فيها حيت انا عقلي مكابتي مع واحد الحاجه شاد البوكس غنبقى نخدم على راسي تنوصل ان شاء الله للبطل العالم فهمتي عندي واحد الحلم نخدم عليه انا والحمد لله عارف ثقتي بالله راه قويه عارف واحد النهار غنحقق الحلم ديالي ان شاء الله ماشي اليوم ماشي غدا ولكن بعد غدا ان شاء الله البلية 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 ما معمرنا كان ما كتقلبش علينا حنا اللي كنقلبوا عليها سعر. بكل تاكيد مشاهدي قناه شوف تي في ما سخيتش بهذا الشباب تبارك الله عليهم الله يكمل عليهم بالخير غنحاولوا اننا نخليوا لكم الاسم ديال القناه ديال عفير وايضا رقم الهاتف اللي بغى يتواصل معاه اللي بغى يساعد هذا الشباب اي شيء بنصيحه بفكره بماتريال ما بقاش عندك خدام في الدار بالعديد من الامور المهم هو اننا نوقفوا الجانب الشباب ورساله ايضا للمسؤولين حاولوا اننا نفتحوا دور الشباب بكثره لان دور الشباب كتلعب واحد الدور كبير و... ويعني والمساحات الخضراء والمركبات الرياضيه ايضا هي كتلعب واحد الدور كبير ان الشباب ديالنا يبعد على طريق البليه كنقول من هذا المنبر <applause> كنقول الدراري اللي مبلين الله يعفو عليهم ويبعدوا من طريق الخيبة ويبعدوا من الدراري الخيبين و وش نقول لكم انا كنحبهم كاملين وبيهم باش طلعت وبيهم باش وصلت وبيهم فهمتي ما كنساتيش الخير وما كنساتيش شي واحد وكنشكركم حتى نتوما اللي جيتوا عندنا مرحبا ولدي هذا شكرا وشكرا لكم كاملين <applause>